هو بيدي الناس يعرف ان انا يمني، صاروا اي شيء اسويه حتى لو اشرب مويه، هذا اليمني يشرب مويه، صاروا مره مبالغين في هذا الموضوع. وفعلا هذا الخوف، يعني توقعت انه من خلال برامج هذا كمان خطا كبير، اعتقاد خاطئ جدا، ان اعتقدت انه انا وزملائي في اليوتيوب حاربنا العنصريه شويه او خليناها عيب على الاقل، لكن انا صراحه اشوفها لا، يعني ما صارت عيب، صار عادي. البني ادم مثلا يقول لك يا اليمني روح انقلع بلدك، مالك صلاح في امور السعوديه، مع ان انا ما اعرف اي مكان غير السعوديه، انا مولود هنا ومتربي هنا وعايش هنا واشتغلت هنا للسعوديه، وحتى لما اطلع مثلا برا في العروض الكوميديه الخارجيه سواء في دبي ولا قطر بمثل السعوديه واطلع اخر واحد من نجم الختام، وما عمري قلت لا والله هذه ال 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 المكان هذا ابغاه لليمن، لا لا، يعني انا تعلمت الكوميديا هنا في ارض السعوديه، تعلمت خفه الدم السعوديه، تعلمت كل هذا. ضايقك هذا الموضوع جدا؟ رده فعل الناس ما كانت غير متوقعه؟ انا توقعت انها حتكون اخف من كذا شويه صراحه. ندمت انك علمت؟ اي مره. لو رجعت الخشبه المسرح هذه مره ثانيه كان ابدا ما كنت قلت. طيب